فتحي بالسعيدي، رئيس الجمعية الوطنية لمعالجة الإدمان بالوحز بالإبر. المقر نتاعها اللي هو موجود في القطار. تندرج النشاط هذايا في نطاق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. حبينا نقوم بالنشاط هذايا في هذه الساحة الحرية. الهدف منه هو توعية الشباب كبار وصغار، لأن الآفة هذه هي قاعدة تنخر في جسم المجتمع التونسي، وخاصة بعد الثورة اللي هي تفشت الظاهرة هذه. حبينا نقوم بالعمل هذه، وهي الجمعية اندرجت في نطاق مكافحة ومعالجة الإدمان هذايا عن طريق الوخز بالإبر. العملية الجمعية هذه هي الأولى في تونس نجم تقول، خطر موجودة جمعيات اللي هي تعمل تحسس وتوعي، لكن الإنسان اللي هو حصل تورط وحصل معناه يلزم علاج. حتى المراكز نتاع العلاج ثم واحدة ولا اثنين في تونس ويعالجوا بالأدوية. بالنسبة لي احنا العلاج بالوخز بالإبر الفاعلية متاعها عند نتائج باهرة بالتجربة، معناها في المدة القليلة اللي بدينا بها ثم أعطت نتائج لبعض الشباب اللي هم كانوا مدمنين، سواء إدمان كحول ولا دخان ولا حشيش بصفة بأنواع، والنتائج كانت باهرة جدا بشهادة حتى بعض الأطباء اللي هم كانوا يواكبوا ويعالجوا في بعض مرضى، حسوا بالنتيجة هذه الإيجابية والسريعة زادت.